أنا وسيامان راح نقيس مكان الجنينة حتى نعرف شو هي مساحة شو اسمه أو كمية الأضواء اللي محتاجيها للجنينة. فيس ليه عم تقيس من هون؟ من هون؟ هاد ورا هاد قدام. هاد ورا هاد قدام. ما مبين معك يعني؟ هو بدي اتعلق هون. هون؟ مو هون؟ اوكي صرنا ساعة عم نقيس القياسات شو اسمه اللي حنحتاجه للأضوية. طلعت المساحة كتير ما رح تتزبط صراحة، بس رايحة هلا اشوف شو في عندهم يعني، بعدين هنيك بالمخمخ انا وسيمنت. ومثل ما قلت لكم ان شاء الله كمان الاقي مراية متنقلة، ضروري كتير تكون متنقلة يعني، هيك فيها يكون مثل ستاند ينحط على الارض وانا راح اطول عندي. هندسة على الفاضي انت. ليش هندسة على الفاضي؟ هو مو حق. شوفوا تعبنا يعني، مثلا حتى هلا اذا اجى الصيف اجى الشتاء يعني ممكن الشتاء كله نقعد مرتين، فهل حرزانة تيجي تحطي ضواوي ونروح ونجيب عمال يشتغلوا ويدقدوا في الحيطان ونضل يوم كامل ملتهيين فيه؟ تفضل مشان شو؟ مشان كونوا انتوا الحكم. اوكي في يعني انا بحس انه رح تعمل جو كتير حلو، ونحن ما عم نقعد برا لانه ما في جو. واه سمعت؟ ما قصدك ما في اضواء ولا جو؟ ونشوفك بعدين انت عم تطلع على هدول البيوت مسافه قصيره مو مثل بيتنا. صحيح يعني هلا خطرت لي صح اني انا وفي من تحت اضويه عرفتون، وهيك يكونوا كذا حبل موجودين. فانا لما بفوت من هون بدنا نروح بشوف البيوت حاطين من هدول الحبال، بس البيوت مسافتهم قصيره يعني من الحيط للحيط. نحن لا ما شاء الله قد ايه 10 متر لبين ما يوصل حيط لحيط، فحيكون كثير طويل مساحة. فكمان بدها خطه هندسيه ما بعرف شو هي يعني، الموضوع صعب يعرفوه انه سيامان مو راضي، صعب يعني عرفتوه متعقد. اذا ما بقعد برا شو بتعمل؟ شيء اعطيك وحاطك برا وقفل الباب عادي، تعدي لك 3 4 ساعات هنيك بعدين بتدخل كل يوم. مش حاقعد معك يعني، لا تفكر. قلت له هلا سيامان، قلت له ما تجي معي خلص انا بروح. هو بيضل يحكي دو 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 دو. طب بتروح تشوف؟ نشوف بلكي نشوف يا الحل. بنروح وبنشوف. اوكي واذا ما لقيت شيء ابدا ابدا بشتري مرايه على الاقل. انت شفتي مرايه من الموقع؟ كان حلو كثير على فكره، كانت حلوه كثير. انا بحسها ما مناسبه لستايل البيت، ستايل البيت تبعنا غير المرايه اللي شفتها. اوكي جايز انا حاليا بالسوق الصيني. نحن حاليا وين؟ بمكان هيك بيعمل ديزاينز للحيطان وهي الاشياء، لانه ما قلت لكم انه انا بدي اغير زاويه بالحيط بالبيت، زاويتين، زاويه فوق عندي بالغرفه غرفه النوم، وزاويه ثانيه بالصالون. بصراحه مليت من الحيط هيك يكون ساده وما بعرف شو، فبدي اعمل له تصميم وهيك بيطلع حلو كشكل، واذا انا بدي اصور اي شيء كمان بستخدمه. فبدي اعمل شوي مثل ما قلت لكم تغييرات للبيت. فجايين مشان اضوية، رحنا جينا هلا نعمل اشياء تانية. المهم عم فكر، شوفوا في ديزاين هلا بفرجيكم، هذول اكزامبلز طبعا، بس بفرجيكم اللي انا بدي اعمله. اوكي هاد هو، شوفوا هاد بس يعني اكزامبل، هو هيكون هيك طويل طبعا، وهيك يعمل مثل ديزاين للحائط. فهمتوا كيف؟ ما رح تفهموا الا اذا شفتوا، لانه صعب الا اذا شفتوا الديزاين. فهلا عم نشوف شو كم قياسات اللي بدنا ناخذها وهيك وقد ايه بكلف. شوفوا جايز سرقت تليفون سيامان مشان افرجيكم الديزاين اللي بدي اعمله. شوفوا هيك يكون على الحيط. لا شو صار معك؟ عم بحكي لي اشياء ثانيه، عم فرجيهم انه شو بدي اعمل. تفضل. طيب شو خلص يعني راح جايز؟ على فكره السوق الصيني يعني شو واحد شو ما بده بالحياه بيلاقي هون حرفيا كل شيء، كل شيء، اثاث، ميك اب، بواريك، اي شيء، العاب. اه
او مش فرونه اوكي هذاك ما كان عنده ضد المي فجايين نسال هذا هيك شغلات جوا البيت يعني ما بعرف قال عم بيقول لك مو ضد المطر يعني جوا البيت يستخدم يعني يا هو ما فهمان يعني احنا اساله بيبي مزلم تاندرم شوفوا هدول اشكال الاضوية هذا كبير وهذا صغير بدي واحد تاني انا شو رايك شو هو بدي لايت تاني هلا بنجرب كان يو شو مي انذر لامب اف يو هاف اعطي طريق اوكي في عنده كثير شو رايك نجيب هيك شيء مثل الحبل ولا لا اسود احلى وين بدك تحط الحبل اسود احلى صح انه هي واي مو رب يعني هو خلص يعني ما في شلون واير مثل ما عاد بالفكرة مشان هيك ما في أسأل لك يا لا خلص ما بدي أنا ما بدي لا خلص هذا أحلى شيء هذا أحلى شيء ولا شو رأيك هذا أحلى أنا بدي منيح الكبر ما بتحس بدك أكبر اللمبة إيه حبيبي كل متر فيه تنتين يعني بتعرف يا رح تساوي انت ستيل ملعب في بوت وفيها نو ملو خلص هاي معناتها هاي ايوه اوكي how much this one this one two lamp 1 meter wire 10 درهم باركونا اشترينا شوفوا انها البومة والله ليش مبوم ما بعرف اليوم انا على فكره انا اليوم سيماند مبوم ها شو شو قلت انا ما باكل هم الشراء انا باكل هم التركيب هو التركيب اصعب شراء سهل شوفوا هلا لازم ننكد بشيء ثاني لا بعد ما اشترينا هلا ننكد في منه غبي انه انت على اساس نازله على السوق متوقع ما تلاقيني موجود منه بس انه كيف طريقه التركيب هي مو شغلتك مو انت بتعمل في كهربائي بتجيبه بيعمل احيانا بجيب انا عمال انا بشتغل عنه صح فعلا لما عملنا ديكوريشن هيك للبيت سيمان كان بيشتغل معهم والله يعني بحسهم هيك اللي بيشتغلوا مو كتير يعني بيدققوا بس كمان كتير بيدقق فبيضل يعطيهم تعليمات المهم انه اشترينا اللايتس يعني كنت ما متوقع ما رح نشتري هلا ضلت مراية اذا بتشتري لي مراية رح اكون كتير رضيانة عنك اليوم هلا تشاري من هدول ما احسن لك لا طبعا شو هاد ملعب ملعب بروجيكتر شوف دول كيوت شوف شوف هاي سبحان مغير الأحوال لا يعني ما بدي أحطه ببيتي بس شكله حلو سبحان مغير الأحوال يعني أنت فهمان النقطة كل مرة كنت أنا لما أجي لهون واقف عند هيك أشياء شايف شو تقول لي قال لي خلص تعال شو بدك بيت أشياء الله هي بتحب بيت أشياء شكله حلو كيوت ليش للنظر مو لبيتي عرفت في منه أورنج ولا مش غالي كم سعره؟ اوه رخيص جدا انا ما بصراحة ما بحب احط المعسيل بالبيت ما حلو شكله شو اوكي يا جماعة يعني هو بتاخد طلع سعره رخيص 1300 درهم اوكي الكبير انا كنت فاكره اغلى من هيك كثير بس المشكلة وين انا عم بتخيل اذا حطيناه بالبيت شو راح يصير فيه بعد اسبوع ادم راح يضل ينط عليه يضل ينط عليه حصان يعملوا حصان هيك يعني لحد ما شو يكسره يجيب نهايته ونكبه فمشان هيك لغينا الموضوع شكرا شكرا فيك تحطيه بغرفتك شكرا لاتعابكم غرفة النوم لا وين ما بدي ما ظابط يعني مو نفس الستايل مش دخل هلا انا بدي مرايه يعني حلي المو حلي لي المو شوفوا هذا المكان انا كثير بحبه شوفوا فيه هيك هات شو اسمه فخار مو فخار اسمه فخار هي اللي جبنا منه الاشياء تذكر كثير بحب ستايله وين هلا هون في مكان بيبيعوا فلافل بتتذكر اكلنا فيه كله هيك اشياء في السفرة اللي انت بتحبها شو رايك ناكل هنيك هلا خلينا نخلص هلا بس سؤال يعني فرصة هلا انا مالي جوعانة بس يعني عم اقول لك السريع خطة اكل خطة انا مالي جوعانة بس عم اقول لك مستقبلا بعدين مستقبلا بعدين لما نجوع
محلي المفضل. شوف كله أشياء هيك حلوة كتير بتجمل البيت. شوفوا عرفتوا هاد الستايل. عندي من هاي المخدة بس بغرفتي. شو بدك بولينج؟ ناخد بولينج؟ شو؟ بولينج؟ يا آدم ميرا شو بك؟ ما بيفكر بأولاده الصغار عم يستنوه هلأ بابا يجيب لي هدية. ما في أي أوكي؟ المراية؟ بحسها سيمبل تفي بالغرب. قاعد شوف في بيجامات كمان بس ما بدي أشوف مشان ما يجوا هلأ علي. هذا لأن واحد يشتري. جايز هي مو الشجرة الكرز اللي دائما بتطلع بالأفلام الكورية ولا أنا غلطانة؟ اللي هيك لما يكون في حبيبين عم يتمشوا وهي عم ينزل الورق تبعه صح ولا لا؟ صراحة كتير بحب أشوفهم هيك على الحقيقة كيف بيطلع. إن شاء الله بالمستقبل أسافر إلى كوريا وأشوف كيف شكلهم الحقيقة. المفروض هيك يكون. من كم يوم شو قلت اللي مشتهي عشان شو؟ مشتري هذا نهاري. حقق لك هاي الأمنية. شو كانت؟ أماني كلها عم تتحقق عندي اليوم. مشاهد. رايحين ناكل مكان بيعطي هيك أشياء مقلية. بس ما لأكل مقلي حبيبي. لكن شو سلطة؟ رح آكل فلافل. هي شو لكان سلطة؟ نصوم نفطر على زيوت. طب معلش اليوم. اللي كل يوم معلش ما بعرف هو كل يوم شهد فعليا كل يوم معلش عنده كل يوم بقول له معلش يوم فري كل يوم فري يعني يعني ما نكثر يعني هيك نحاول الاشياء اللي فيها كثير زيت مثل الباذنجان ما هو شيء نلاقي المحل اللي كان يضيعناه هيو هون قدامك شو اسمه ما بعرف اسمه بس هذا هو الاخضر والاحمر بدك هيك توك توك كان نجيبه للبيت يا جماعه جاي على بالي حط ادم وميرا وانا وسيما نقعد له هون قدام ونطلع برا ادم وميرا هون هاي الاشياء عادي يشتريها بس مثلا اشياء قيمه للبيت مثلا لا فهمتوا هاي الاشياء التفاهه اوكي والله لو شجعته بيعملها تعرف مننا لو شجعتك سامة؟ مصطفى بالقرار مصطفى بالقرار تفضلوا وما بده يشتري أضوية للبيت فندق تعال هاي كده الله ما بعرف غريبين والله المنيو مشهي صح؟ هذا المنيو اللي أنا بحبه ايه بعرف شوفوا ستايل سيامان هيك بالأكل هلأ أفرجيكم أول شي مناقيش بيحب ثاني شي بيحب هاي الأشياء كبدة فلافل هون في مقالي اشياء يعني هي بندورة صح؟ ايه؟ يمكن وشو كمان؟ هيك بيحب شوفوا باذنجان مقلي ستايلي هذا ستايلك اكلك وشوف الله شوفوا شو 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 كله حمص وشو اسمه هي فول ستايلك هاد مو فول ولا شو؟ هاد 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 فول اللي انت بتاكله بلا فول ايه هلا انا شو بدي اكل اي دونت نو هذا ستايله بس مو ستايلي بس يلا شو بدي اعمل انت بدك تاكل لا خلاص خلاص انا مشانك بعمل شو وصيت وصيت وحده فلافل وحده حمص وحده حلاوه بندوره وحده فلافل وحده حمص وحده بندوره وحده شو مشكل كمان مو على اساس ما بدك تاكل اشياء مقليه على اساس ما بدك تاكل زيت قبل شوي شوفوا شكله شوفوا شوفوا متحمس للأكل؟ قبل يكون موجود معلش قبل شوي قال ما بدي أكل زيت هلأ صار بدي أكل زيت تعرف شو قلنا معك صاير متغير رأيك و ها؟ ما هو غريب الأطوار اليوم أنت مو عاجبني جسمي معضل ها؟ تعبان رجلين رجلين معضلين فمأثر على دماغك؟ مأثر على دماغك بشكل مو طبيعي هلأ بعد الأكل رح نروح نشوف في مكان تاني لانه هذا المكان كتير كبير ففي مثل سكشن تاني فيه مرايات اللي انا بدي اياها وهي الاشياء يعني فان شاء الله ان شاء الله الاقي مرايه اليوم عشان اكون هيك مبسوطه 100% لانه كل شيء لقينا الحمد لله
هي انا وصيتها ما تجي جنبه. ريحته طيب. ايه ما بيجي مني. شوفوا اجي الاكل بس هسه الفلافل ما اجت. بدي اعمل هيك. ما حيفيد. بس لا تعرف شيء مو مزيت يعني شوف مو مزيت كتير برا هو عنا كده صاير مشكلة برا صوت خراب لازم ناكل خبز لازم ناكل خبز أو نو صار قديمو أكلين والله شوفوا نحن ما بناكل خبز لانه فيه سكر وهيك يعني ما عندنا شيء ضد الخبز بس لانه فيه سكر وزيوت واشياء تانية يعني